السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ إن شاء الله زينين. إن شاء الله اليوم موضوع محاضرتنا هو شفرة الأفاين، أفاين سايفر. طبعا الأفاين سايفر واحدة من أبسط الشفرات. الأفاين سايفر طبعا هاي الشفرة واحدة من أبسط الشفرات، لها ميزة خاصة. هاي الميزة الخاصة إنه هي تستخدم مفتاحين بدل المفتاح الواحد، تستخدم مفتاحين. يعني شفنا احنا بشفرة، مثلا على سبيل المثال، شفنا بشفرة قيصر تستخدم مفتاح واحد اللي هو مقدار الشفت اللي هو باي ديفولت قيمته 3. شفنا مثلا على سبيل المثال بشفرة الهيل تستخدم مصفوفة وحدة بعملية التشفير. يعني هواي هواي طرق تشفير مرت علينا، كلية يستخدم شنو؟ اما كيورد وحدة، اما مصفوفة تشفير وحدة، واما مفتاح واحد. لكن هاي المصفوفة لها ميزة، مثل ما قلت لكم، او العفو، هاي الشفرة او هذا النوع من التشفير لها ميزة خاصة. هاي الميزة الخاصة انه شنو؟ انه تستخدم مفتاحين. طبعا ازيد التعقيد مال الشفرة، لزيادة التعقيد مال الشفرة تستخدم مفتاحين. عندني قانون رئيسي استخدمه، انه السايفر تكست سي تساوي الاي مضروبه بالبلين تكست، مضروب بالبلين تكست حاصل الضرب مجموع بالبي. النتيجه النهائيه ماخذ لها مود الام. هسه خليني نجي نسولف ونفصل هذه المعادله بالتفصيل. السي مثل ما قلت لكم هو السايفر تكست، اي الشفره. البي مثل ما وضحنا هي البلين تكست، اي النص الغير مشفر. الام هو النتيجه مال المود اللي بالعاده نستخدمه، ام يساوي 26. بالعاده نستخدمه الام يساوي 26. بقى شنو عندي؟ بقى عندي الـ A والـ B. شنو يعني A وشنو الـ B؟ الـ A نسميه المالتبلاير، واللي هو المفتاح الأول، اللي هو المفتاح الأول، هذا المالتبلاير، تمام؟ الـ B هو يمثل شنو؟ الأدر، اللي هو شو يمثل؟ يمثل المفتاح الثاني. فعندي ضارب وعندي شنو؟ وعندي جامع، اللي هو طبعا موضحات هنا بهذه العلاقة اللي موجودة هنا عندنا. سايفر تكست تساوي الـ A اللي هو المفتاح الأول مضروب بالبلين تكست مجموع ويا من؟ مجموع مع الـ B، مجموع مع الـ B. طبعا النتيجة النهائية ماخذ لها شنو؟ ماخذ لها المود 26. زين، لهنا ان شاء الله تكون الامور تمام وان شاء الله تكون الامور واضحه. زين، السؤال هسه هنا يطرح نفسه، الاي والبي بما معنى المفتاح الاول والمفتاح الثاني، اكو شروط بعمليه اختيارهم؟ اكو شروط بعمليه اختيارهم؟ وان لو يكون اختيارهم هيك بصوره عشوائيه، لو يكون اختيارهم بصوره عشوائيه، الاي والبي اكو شروط باختيارهم، اكو شروط باختيار الاي والبي. لازم الاي والبي يكون واقعين بين من وبين من؟ بين الواحد وبين الام، بين الواحد وبين الام. يعني شنو؟ يعني بين الواحد وبين الستة وعشرين، لان انا عندي الام هنا تساوي 26. فلما اجي اختار حرف الاي، العفو، لما اجي اختار المفتاح الاول والمفتاح الثاني، لازم اراعي ان تكون الفترة مالتهم بين الواحد، او العفو، القيمة مالتهم بين الواحد وبين الستة وعشرين. بس هذا الشرط؟ لا، مو بس هذا الشرط. لما اجي اختار الـ A اكو شرط ثاني. شنو هو الشرط الثاني؟ لما اختار الـ A لازم اختار الـ A او المفتاح الاول، لازم اختاره على شرط انه يكون اكو له مالتيبليكيتيف انفيرس. يعني شنو مالتيبليكيتيف انفيرس؟ يعني يكون اما واحد، اما يكون ثلاثة، اما يكون 5 7 9 11 15 17 19 21 23 25. هذني هنا القيم المتاحه لمن؟ الى المفتاح الاول اللي هو الاي الى الكي 1. يعني اما اخذه 25، اما اخذه 23، واما اخذه 1 3 5. يعني
بالمختصر هذني القيم المتاحة للمفتاح شنو؟ للمفتاح اللي هو الـ A. بالنسبة للمفتاح الـ B ممكن آخذ الواحد، ممكن آخذ اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، لحد 26 براحتي أقدر أختار أي رقم من هذني الأرقام بالنسبة للـ B. لكن الـ A، لكن الـ A لازم أختاره بحيث يكون أكو إلى مالتيبليكيتيف إنفيرس. زين سؤال هسه هنا أنا. ليش لازم الـ A لما أختاره أراعي إنه يكون إلى مالتيبليكيتيف إنفيرس؟ ليش أراعي هاي العملية؟ على مود شنو؟ على مود عملية فك التشفير. شبيها عملية فك التشفير؟ لو ناخذ هاي المعادلة اللي هنا ونسولف السي مثل ما قلنا تساوي الـ A بالـ B زائد الـ B الكل ماخذي له مود 26. زين انا اريد افك التشفير، فراح اقول A P ايش راح اسوي؟ هذا راح احولها لهذا الطرف، راح اصير C ناقص الـ B. زين هسه ايش راح اسوي؟ هسه راح اقول الـ P شو تساوي؟ C ناقص الـ B مقسمة على شنو؟ مقسمة على الـ A. طبعا المقدار كليته ماخذين المود 26 ما ننسى. زين ومثل ما سولفنا بمحاضرات سابقة الـ P ايش راح تساوي؟ A inverse C ناقص B ماخذي له مود 26. هذا الـ A inverse منين أجيبه؟ هذا الـ A inverse يا أخوان أجيبه، هذا الـ A inverse أجيبه منين؟ أجيبه من هذا الجدول، أجيبه من هذا الجدول. واضحة هسه إن شاء الله؟ إن شاء الله واضحة. فهسه حاليا راح تكون عندي علاقتين خاصات بهاي الشفرة. العلاقة الأولى اللي هي تقول cipher text تساوي الـ A B زائد الـ B ماخذين لها مود 26. الـ P plain text تساوي الـ A inverse، A inverse مضروب في C ناقص الـ B ماخذي له مود 26، مع ملاحظة شنو؟ مع ملاحظة انه يكون الـ A والـ B، الـ A والـ B بين الواحد وبين 26، يكون اكبر من واحد او يساوي واحد، ويكون اصغر من 26، اصغر من 26. هاي الفترة مال الـ A والـ B، والـ A لازم يكون اكو إلى multiplicative inverse. ليش لازم يكون إلى multiplicative inverse؟ حتى بعدين أقدر أفك التشفير، حتى بعدين أقدر أفك التشفير حسب هاي العلاقة، حسب هاي العلاقة. ليش؟ لأن هاي العلاقة تتطلب وجود الـ A inverse. خلينا نأخذ مثال، وبالمثال راح تتوضح عندنا الأمور، بالمثال راح تتوضح عندنا الأمور. خلينا نأخذ هذا المثال. إيش ده يقول هسه هو؟ شفر encrypt the following message using a fine cipher. شفر الفولوينج مسج اللي هي هذه، اللي هي هاي كمبيوتر انجينيرينج، باستخدام شنو؟ باستخدام المفتاحين الـ A يساوي 7 والـ B يساوي 10. خلينا نحل هذا السؤال. بامبو قلنا الـ plain text هي شنو؟ هي كمبيوتر engineering. الـ K1 اللي هو يساوي الـ A يساوي 7، الـ K2 اللي هو يساوي الـ B يساوي 10. تمام؟ كمبيوتر انجينيرينج، الـ A يساوي 7 والـ B يساوي 10. هسه السؤال راح ينطرح هنا، الـ A ممكن استعمل الـ A؟ هل من الممكن انه استعمل الـ A يساوي 7
الجواب هنا موجود بالجدول، موجود هنا عندي اي الى الى كوليه مالتيبليكيتيف انفيرس، ما دام اي كوليه مالتيبليكيتيف انفيرس اذا اقدر استخدمه بالتشفير. بساطه شديده السايفر تكست راح يساوي الاي بالبلين تكست زائد بي ماخذينها مود 26، راح اجي اقسمهم السي تسلسلها حسب حروف اللغه الانجليزيه 2، الاو حسب تسلسل حروف اللغه الانجليزيه نحسبهم بي سي دي اي اف جي اتش اي جي كي ال ام ان او، هذه قيمتها 14 وهي موجوده هنا أنا طبعا موجوده هنا بصفحه رقم 27، هذا قيمه ال او 14، قيمة الام 12، هذا قيمتها 12. خلينا نشوف هذين الثلاث حروف السي والاو والام. السايفر تكست راح تساوي الاي اللي قيمته ايش قد؟ اللي سي اوف 1 العفو. الاي اللي قيمته 7 مضروب بالبلين تكست، البلين تكست يا هي الاولى يا هي الاولى 2 اللي هي السي مضروب بالاثنين. مجموع مع من؟ مجموع مع الأدر اللي هو البي اللي هو المفتاح الثاني اللي قيمته 10. النتيجة النهائية راح أخذ لها مود 26، راح يساوي 7 في 2 عندي 14، 14 زائد 10 24، 24 مود 26 راح يعطيني ال 24. طبعا هو هذا الشيء يمثل يا حرف، هذا يمثل الحرف واي. أجي سي 2 ايش راح تساوي؟ الموقع الثاني اللي هو الموقع الثاني من هو؟ اللي هو الأو، اللي هو الأو مرة ثانية 7 في 14 مجموعة مع العشرة ماخذ لها مود 26، راح نساوي 7 في نقول في 10 70، 7 في 14 28، هاي يعني معناها 98، 98 ويا العشرة 108، نحتاج حاسبة. فمية وثمانية تقسيم 26 يساوي هذا، أطرح الأربعة اللي هو العدد الصحيح ناقص 4 أرجع أضربه في 26 راح تكون النتيجة 4، نتيجة المود 4. نتيجة المود 4 يا رقم يا العفو يا حرف يكافئ الأربعة بي سي دي إي، هذا راح يكون إي. وهكذا نكمل التشفير حسب شنو؟ حسب هاي العلاقة، حسب هاي العلاقة. طبعا هنا بالمثال على ما أعتقد هو نكمله إي، هذا نكمل الشفرة للأخير، نشفر التكست أو النص للأخير نكمله. هذا مثال جدا بسيط وجدا واضح على عملية التشفير، كله تطبيق مباشر على العلاقة اللي تقول هذه السايفر تكست تساوي المفتاح الأول مضروب بالبي زائد المفتاح الثاني ماخذ له مود 26. أتمنى تكون المحاضرة واضحة، شكرا جزيلا، السلام عليكم. نكمل يا إخوان شفرة الأفاين سايفر. طبعا أخذنا بالفيديو السابق أو المحاضرة السابقة أساسيات شفرة الأفاين سايفر، ووضحنا أنه عملية التشفير تتم وفق هاي المعادلة، أن السايفر تكست تساوي المفتاح الأول مضروب بالبلين تكست زائد المفتاح الثاني اللي اسمه البي، النتيجة النهائية طبعا ماخذلها المود 26 أو مود M. هذه معادلة التشفير. وشفنا معادلة فك التشفير اللي هي شو تقول؟ اللي تقول البلين تكست تساوي أي انفيرس مضروب في شنو؟ السي ماينس بي مود 26. وبنفس الوقت شفنا الشروط، شروط مال شنو؟ شروط اختيار المفتاح الاول الكي 1 اللي هو الاي، وشروط اختيار المفتاح الثاني اللي هو الكي 2 اللي هو البي. قلنا الاي والبي لازم يكون اكبر او يساوي 1، اصغر او يساوي 26، لكن يعني بالعاده اصغر من 26، ما ناخذ 26 فما فوق، ما ناخذه بين الواحد يعني وال 25 فعليا. بين الواحد والخمسة وعشرين، أكبر أو يساوي واحد، أصغر أو يساوي 26 أو 25. زين، هذا اللي سولفنا به بالفيديو السابق.
وطبعا خلينا شرط للاي، الاي لازم يكون اكو الى مالتيبليكيتيف انفيرس، لازم يكون اكو الى مالتيبليكيتيف انفيرس حتى شنو، حتى اقدر افك التشفير. زين هسه رجعنا وراح ناخذ يعني مثال ثاني، مثال توضيحي ثاني. يقول هنا بالمثال ان سايفر شفر الور لوست، مطيك بلين تكست. البلين تكست اللي هي الور لوست يعني الحرب خسرناها، خسرنا الحرب. using an affine transformation باستخدام تحويل الافاين with ordinary alphabet use 7 as the multiplier. 7 as multiplier يعني شنو؟ يعني بما معناه انه الاي يساوي 7، وبعد ايش يقول؟ يقول and 10 as the shift، والعشرة and 10 والعشرة as the shift. يعني شنو as the shift؟ يعني الأدر الجمع راح أجمع أو راح أشفت بي، معناها ال بي تساوي 10. then recover the plain text، then recover the plain text يعني شنو؟ يقول وبعدين فك التشفير أو استرجع البلين تكست، معناها هذا السؤال هو عملية تشفير وفك تشفير. فبالبداية راح أشفر، بعدين راح أفك التشفير، يفترض أنه أسترجع نفس البلين تكست، يعني أشفر الور لوست أشفرها، بعد ما تنتهي عملية التشفير أفك الشفرة، أفك الشفرة المفروض أحصل على نفس البلين تكست الأصلية اللي هي الور لوست. بس نفرغ مكان حتى نحل السؤال. طبعا هو حل هذا ويا موجود، حل هذا ويا موجود، لكن نحله احنا على جهة للتوضيح اكثر. زين مثل ما قلنا، مثل ما اتفقنا انه السي سايفر تكست تساوي المفتاح الاول الاي مضروب بالبلين تكست زائد المفتاح الثاني بي، ماخذي له مود 26. انا عندي البلين تكست اللي هي شنو؟ وور لوست. فبالبدايه راح اخلي الاوزان، الاوزان مال شنو؟ الاوزان مال كل حرف. الدبليو ايش قد الوزن مالته؟ هذا ويا هنا الدبليو وزنه 22. الاي ايش قد الوزن مالته؟ هذا ويا الاي وزنه 0. الار الوزن مالته 17. ال L الوزن مالته 11، ال O الوزن مالته 14، ال S الوزن مالته 18، ال T الوزن مالته 19، الوزن مالته 19. على هذه المعادلة وعلى هذه الأوزان، ال A طبعا قيمته 7، ال B قيمته 10، يبقى فقط مجرد التطبيق. سي 1 الشفرة الأولى، الشفرة الأولى شو تمثل؟ تمثل الحرف W، تمثل الحرف W. سي 1 ايش راح تساوي؟ الـ A اللي قيمته 7 مضروب في شنو؟ في الـ P الـ Plain Text اللي هي الـ P1. الـ P1 هنا شنو هي؟ مثل ما قلت لكم، مثل ما قلنا هي الـ W الـ P1 اللي قيمتها 22، مضيوف ويا جيت مضيوف ويا مقدار الشفت او الادر اللي قيمته 10. هذا المقدار كله ماخذي له مود 26. 7 في 22 زائد 10 زائد 10، ممكن نستخدم حاسبة. 7 في 22 زائد 10 164، هذا الناتج مالته 164. اخذ له مود 26 تقسيم 26 ناقص 6 في 26 راح تكون النتيجة 8، راح تكون النتيجة 8. نروح للسي 2، السي 2 قيمتها شقد؟ السي 2 هي 0 اللي هو حرف الاي، اللي هو حرف الاي. ف7 في 0 زائد 10، 7 في 0 0 زائد 10 مود 26 راح تكون النتيجة النهائية مالته 10. 7 في 0 0 0 زائد 10 راح تكون النتيجة 10. السي 3 يساوي
سبعة يا هو الثري، الثري هو اللي هو هذا يا حرف الار اللي هو 17، في 17 زائد 10 ماخذي له مود 26. خلينا نشوف الحاسبة ايش قد النتيجة. 7 7 في 17 زائد 10، العفو اعتقد اخطأت، 7 في 17 زائد 10 129. 129 تقسيم 26 ناقص 4 في 26 راح تكون النتيجة 25، راح تكون النتيجة 25. طبعا نذنوا يعني هنا الحل موجود، الحل هذا موجود هنا هو نفسه هنا راح يظهر عندنا. سي 4 الحرف الرابع اللي هو الحرف L، 7 في 11 زائد 10 ماخذي له مود 26. 7 7 في 11 زائد 10 راح تكون النتيجة 87. 87 تقسيم 26 ناقص 3 في 26 راح تكون النتيجة النهائية 9. هسه نروح للسي 5 الخامس. الخامس هو الحرف O اللي قيمته 14، فسبعة في 14 زائد 10 مود 26. مرة ثانية نستخدم الحاسبة، 7 في 14 زائد 10 تقسيم 26 ناخذ لها المود 26، العفو غلطت، 7 في 14 زائد 10 تقسيم 26 ناقص 4 في 26 راح يعطيني النتيجة ايش قد؟ 4. هسه نروح للسي 6 الحرف السادس. الحرف السادس هنا عندي هو الحرف S، فراح يصير 7 في 18 اللي هو وزن الاس زائد 10 ماخذين لها مود 26. شوف الحاسبة شو تقول، 7 7 في 18 زائد 10 تقسيم 26 ناقص 5 في 26 راح يعطيني الرقم 6، راح يعطيني الرقم 6. نروح للحرف الأخير اللي هو سي 7 واللي هو حرف التي، اللي هو حرف التي وزنه شقد؟ العفو وزنه 19، 7 في 19 زائد 10 مود 26. مرة ثانية بالحاسبة، 7 في 19 زائد 10 143 ناخذ لها المود تقسيم 26 ناقص 5 في 26 راح يعطيني 13. هذن اللي هنا اللي هسه أوجدناهم، هذا هذا 25 9 4 6 13، هذن يمثلن الشفرة. الشفرة مالت من؟ الشفرة مال الكلمة اللي هي شنو؟ اللي هي الور لوست. هسه شنو الشيء النهائي؟ الشيء النهائي انه نترجم هذني الارقام الى شنو؟ نترجم هذني الارقام الى حروف. مثلا الثمانية راح تكون الحرف مالتها المكافئ لها بالجدول الموجود اللي هو حرف الاي. الاي الشفرة مالتها راح تكون رقم 10 اللي هو شنو؟ اللي هو حرف الكي. 25 هي الشفرة مالت من؟ مال الحرف R اللي هو شنو؟ اللي هو حرف Z. حرف ال L راح تكون الشفرة مالته اللي هو شنو؟ رقم 9 اللي هو J، اللي هو J.
الخامس اللي هو الاو راح تكون الشفرة مالته رقم 4 او رقم 4 اللي هو الاي. الاس راح تكون الشفرة مالته رقم 6 برقم 6 هو الحرف جي. اخر شيء اللي هو الحرف تي راح تكون الشفرة مالته رقم 13 اللي هو ان. هاي الشفرة مالت من؟ مال البلين تكست اللي هو الور لوست. طبعا بالسؤال او العفو بالملزمة هو حللكم اياه هذا ويا هاي الارقام النهائية. هاي الارقام النهائية مثل ما استخرجناها هسه، اضافة الى الحروف اللي هو الاي كي زت. هذا ويا اي كي زت مثل ما تشوفون نفسهم نفسهم اي كي زت جي اي جي ان اللي هي الشفرة النهائية الخاصة بمن؟ الخاصة بالور لوست بهذه الكلمة. زين، نفس هذا السؤال نفس هذا السؤال راح اخذ هذا النص او هذا النص اللي هو الاي جي اي نص المشفر وراح احاول افك الشفره مالته استرجع الور لوست. نزلها لهنا أنا. يعني راح تكون عندي السايفر تكست اللي هي شنو اي كي زت جي اي كي زت جي E G N E G N. طبعا الـ A قيمته شقد؟ 7 يؤدي إلى A inverse قيمته 15 والـ B شقد قيمته؟ 10. هسه راح ببساطة شديدة أفك التشفير. P1 إيش راح تساوي؟ أو العفو الـ P بصورة عامة شو تساوي؟ P بصورة عامة شو تساوي؟ تساوي الـ A inverse اللي هو هذا مضروب في شنو؟ في C ناقص الـ B. زين، نحتاج نكتب الـ 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 الأوزان مال الشفرة مال السايفر تكست. الـ I وزنه 8، الـ K وزنه 10، الـ Z وزنه 25، الـ J الـ J وزنه 9 الـ J وزنه 9 الاي وزنها 4، الجي وزنها العفو الجي وزنها 6، والان وزنها 13. راح استخدم هذا اني حتى استرجع البلين تكست الخاصه بي. فبي 1 ايش راح اسوي؟ اي انفيرس قيمته 15، سي 1 ايش قد قيمتها؟ 8 ناقص 10 ماخذ لها مود 26. خلينا نشوف ايش قد راح تطلع بالحاسبه. راح ناخذ 8 ناقص 10، 8 ناقص 10 سالب عفوا 8 ناقص 10 سالب 2، سالب 2 في 15 يعني سالب 30. مثل ما متفقين احنا سالب 30 في حالة كون المود قيمته سالبة او العفو الرقم قيمته سالبة راح الغي الاشارة السالبة اعتبرها ما موجودة. يعني راح اخذ هذا الرقم على اعتبار انه هو شنو؟ قيمته 30. اخذ له المود تقسيم 26 هذا ناقص 1 هذا في 26 4. ال 30 مود 26 يساوي 4، بس انا ما عندي 30، انا عندي سالب 30، فالرقم اللي ظهر عندي اطرحه من 26. يعني اقول شنو؟ العفو، يعني اقول 26 ناقص 4 تكون النتيجه 22. اجلي بي 2 بي 2 15، السي ايش قد قيمتها؟ السي قيمتها 10 ناقص 10 مود 26. 10 ناقص 10 راح تعطينا 0، 0 في 15 راح يساوي 0. اجي للحرف الثالث اللي هو الزت قيمته 25، فبي 3 راح يساوي 15 25 ناقص 10 مود 26 راح يساوي 22 ناقص 10 العفو 25 25 ناقص 10 في 15 انطاني 225.
آخذ له مود 26 تقسيم 26 ناقص 8 في 26 انطاني 17. ونكمل وهكذا بي 4 15 بين قوسين جي قيمته 9 ناقص 10 مود 26 ونشوف نتيجة ايش قد تعطيني. 9 ناقص 10 سالب 1 سالب العفو 9 ناقص 10 9 ناقص 10 طاني سالب 1 في 15 طاني سالب 15 سالب 15 أخذها مود 26. مرة ثانية أعتبر السالب ما موجود 15 مود 26 جيد يساوي راح يساوي 15 نفسه. أرجع أطرحه من 26 يعني 26 ناقص 15 راح يعطيني الرقم 16. أجلي البي 5 نكمل 15 حرف 4 اللي هو الإي 4 ناقص 10 مود 26. مرة ثانية 4 ناقص 10 4 ناقص 10 اعطاني سالب 6 سالب 6 في 15 اعطاني سالب 90. اهمل السالب اهمل الاشاره السالبه يعني اخذ الرقم 90 تقسيم 26 اعطاني هذا الرقم ناقص 3 نعيد 90 تقسيم 26 اعطاني هذا الرقم ناقص 3 اعطاني هذا الرقم في 26 انطاني 12. بس انا ما عندي 90 موجب 90 لا انا عندي سالب 90 معناها هذا الرقم ايش قد هذا الرقم معناها سالب 12 وليس 12 معناها راح نقول 26 ناقص 12 حتى نحصل على الرقم 14. نروح للحرف القبل الاخير اللي هو P6 6 15 6 ناقص 10 6 ناقص 10 مود 26 هذا راح يعطيني قيمته 4 سالب 4 يعني 6 ناقص 10 في 15 هذا الرقم. راح اهمل الاشارة السالبة يعني راح اخذ 60 60 تقسيم 26 ناقص 2 ناقص 2 في 26 انطاني 8 بس هو مو 8 هو سالب 8 لهذا ايش راح اقول راح اقول 26 ناقص 8 حتى يعطيني 18. اجي للحرف الاخير بي 7 7 هو قيمته 13 15 13 ناقص 10 مود 26 بالحاسبة 13 ناقص 10 قيمتها 3 فراح ناخذ 3 في 15 45 تقسيم 26 ناقص 1 في 26 حتى تعطيني 19. الخطوة الأخيرة اللي هي عملية شنو؟ عملية ترجمة هذني الأرقام إلى شنو؟ إلى حروف. ال 22 ال 22 هي W هذا W الصفر قيمتها A ال 17 خلينا نشوف ايش قد قيمتها 17 هي R ال 11 قيمتها L 14 قيمتها O ال 18 قيمتها S قيمتها S و 19 قيمتها T وبالتالي استرجعت نفس الكلمة اللي هي الوار لوست الوار لوست. طبعا تشوفون بالصفحة رقم 28 صفحة رقم 28 راح تشوفون مثال على التشفير ومثال على فك التشفير. لكن بهذا المثال يعني تشوفون اكو تغييرات صايرة
اكو تغييرات، شنو هي التغييرات؟ انا عندي سي تساوي اي بي زائد البي ماخذينها مود 26، بس مجرد اعاده تسميه. السي معتبرها واي، الاي منزلها نفسها، بس البي كاتبها اكس، والبي ايضا منزلها نفسها ماخذينها مود 26. يعني السي مرات يكتبها واي، والاي والعفو والبي والبي مرات يكتبها اكس. يعني احنا يعني نوحد التسميه، نوحد التسميه. احنا السايفر تكست هي اسمها سي، ما لنا علاقه بالواي. البلين تكست هي اسمها بي، ما لنا علاقه بالاكس. يعني هنا مثلا على سبيل المثال بي بلين تكست، هنا بلين تكست، هنا مثلا على سبيل المثال هي مو واي وانما سي سايفر تكست. القصد انه شنو؟ نوحد التسميه، نوحد التسميه لا اكثر ولا اقل. هي بس مجرد اعاده تسميه. السي مسميها واي والبي مسميها اكس فقط بهذا المثال، فقط بهذا المثال. احنا راح نعتمد على التسميات اللي موجوده بهذا المثال. راح نعتمد على التسميات الموجوده بهذا المثال؟ لا، ما راح نعتمد على التسميات اللي موجوده بهذا المثال، نعتمد على التسميات المعروفه عندنا والمتعودين عليها، اللي هي السايفر تكست اي النص المشفر اسمه سي، والنص الغير مشفر اسمه بي. ما لنا علاقه لا بالواي ولا لنا علاقه بالاكس. هذه نحل على اساس انه هو بي، وهذا نحل على اساس انه هو سي. السؤال هذا هنا جدا بسيط وجدا سهل. تشفير مال كلمه افاين سايفر، هذا هنا شفر الافاين سايفر باستخدام اي قيمته 5 وبي قيمته 8، شفر وهنا اجى فك التشفير، يعني مثل المثال السابق، لكن هنا هو شويه مرتب. شنو الترتيب؟ الترتيب اللي صار انه هو حل بهيئه شنو؟ بهيئه جدول. مثل ما تشوفون هذا الصف الاول هو البلين تكست، هذا هنا الرقم مال البلين تكست، الرمز مالته، الوزن مالته. هذا هنا اجى طبق المعادله مالته اللي هو الاي في البي زائد البي. هذا هنا هو الاي في البي زائد البي. هنا هو نفسه هذا الصف، هو الاي في البي زائد البي، لكن اخذ له مود 26. وهذا هنا هو الشفره النهائيه، السايفر تكست النهائيه. مثل ما قلت لنا هنا اجى فك التشفير، يعني اخذ هذني، اخذ هذني نفسهن وين نزلهن؟ نزلهن هنا الاي اتش اتش دبليو الى حد البي، خلى الوزن مالتهن، طبق المعادله هذه اللي هي يا معادله اللي هي الاي انفيرس سي ناقص بي، بعدين اخذ لها مود 26 هنا، اخذ لها المود 26. بعد ما اخذ لها المود 26 استخرج البلين تكست شنو؟ الاصليه اللي هي نفسها هنا ونفسها هنا. يعني هنا شفر وهنا شنو؟ فك التشفير، نفس المثال السابق، لكن الفرق شنو؟ الفرق انه رتب الحل بهيئه جدول لا اكثر ولا اقل. تحب ترتب الحل بهيئه جدول او تحب ترتب الحل مثل المثال السابق اللي اخذناه هنا، مثل هذا المثال، مثل العفو مثل هذا المثال، يعني بهذا الشكل يصير الحل، بهذا الشكل او بهذا الشكل يصير الحل، ماكو مشكله. او تحب ترتب الحل مالتك على هيئه جدول مثل ما موجود هنا، هنا انا مرتبه بهيئه جدول. طبعا الجدول يعني شويه ارتب لا اكثر ولا اقل، لا اكثر ولا اقل. هنا أنا مثال اخر، مثال اخر على شفره الافواين، منطيك اس اكس جي ان دي كي او باستخدام الافواين سايفر، وطبعا منطيك شنو؟ منطيك المفتاح الاي هنا قيمته 11 والبي قيمته 5. منفذ الحل مات على هذا الاساس، الاي قيمته 11، اذا الاي انفيرس ايش قد قيمته؟ اذا الاي انفيرس قيمته ايش قد؟ قيمته 19 مثل ما هنا واضح. اذا الاي انفيرس يساوي 19 مثل ما تشوفون هنا انا مستخدم 19. ليش استخدمت 19؟ لان هو الاي انفيرس. ليش اي انفيرس استخدمته؟ لان هو فك تشفير. واذا هي عمليه فك تشفير، لان انا عندي معادله فك التشفير تقول البي تساوي الاي انفيرس مضروبه في شنو؟ مضروبه في السي ناقص
البي ماخذ لها مود 26. اتمنى تكون المحاضره واضحه. طبعا هي هذه معادله العفو شفره الافاين سايفر، تعتمد اعتماد تام وكلي للمره الاخيره اليمن على معادلتين. المعادله الاولى تقول السايفر تكست تساوي سايفر تكست تساوي المفتاح الاول اللي هو الاي مضروب في شنو المفتاح الاول؟ مضروب في مضروب بالبلين تكست، العفو مضروب بالبلين تكست مجموع مع مقدار الشفت اللي هو المفتاح الثاني اللي هو البي ماخذي له مود 26. والمعادله الثانيه اللي تعتمد عليها هاي الشفره اللي هي البلين تكست تساوي لاي انفيرس، اي انفيرس مضروبه في شنو؟ مضروبه في السي ناقص البي ماخذي لها مود 26. تعتمد اعتماد تام وكلي على ذني على ذني المعادلتين. الاي طبعا لازم يكون بين الواحد والستة وعشرين ولازم يكون الى مالتيبليكيتيف انفيرس، البي لازم يكون بين الواحد والستة وعشرين ومو شرط انه يكون اكو الى مالتيبليكيتيف انفيرس. اتمنى تكون المحاضرة واضحة بالنسبة لكم واتمنى لكم التوفيق. مع السلامة.